ماهر والله ما نبي الا رضاك لاجلكم نبذل اللي لا يقف مهزله. اهلين حياكم الله بعد يا طول يا طول يا لا تلخمونا بال طول الفاصل طول اطول من زلفك الله والله. شوف لا تخليني اجيك، تبي جيتك شو بسوي؟ ها بسلم عليك. والله اني مشتاق لك شنار شنوري، مشتاق لك. تخرب سي حركات ذولا تقول لي محبالة دي لا ما محبالة والله سهل صدقني مو سهل هذا محبالة دي ما محبالة بتسجل ربوع. شوف شوف تحداك هذا وش يا شنار؟ سهل شفت؟ سهم الحب سهل سيصيب قلبك. ها سيصيب قلبك سويش. ما يعرف فصحى سيصيب زغدك مقلقل يقول سيصيب زغدك سهم الحب. انتبه اي مقلقل والله لا ضرب حلف 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 تأخر عشان دين عشان دين يلا تفضل لا حول ولا قوة. قبلت يا سيدي وين رحنا؟ اي اعطوني علوم. انا رحت المصنع شيء يعني عشان تكون عشان تكون على بينه، انا ما رحت مصانع قبل، بس اذا المصانع كلها زي كذا اشهد ان لا اله الا الله. وانا اتوقع بعد مصنع يا ولد اول ما تدخل اصلا اعطوني علومكم. اني محركت من هنا الساعه كم؟ حرك من هنا الساعه 8 يمكن. جاكم الغربي ولا رحت بالسواق؟ لا سيارتين لهم بالله عليك الغربي جموس حسينا لنا قيمة، هو فعلا لنا قيمة بس قيمونا أكثر. حلو أكثر من القيمة اللي. أكثر من القيمة نعم. المهم يا ولد أول ما دخلنا الغربي يعقمون، أنا حتى نيتي عقموها. حلو الشيخ طلع محترم. حلو لأنهم عقموا يعقمون يديك وتلبس هذا جوا تلبس هذه عرفت اللي كأنك طالع من العمليات عرفت، وتسوس وأزرق هنا وأنت بكرامة كأنك داخل تسوي جراحة وأجرح من كذا أعوده. أي والله. ودخلنا حلو يوم دخلنا إيه شوي البهارات يضبطون البهارات يا ولد، كل شيء له مساره، كل شيء له آلات تروع، وفيه مختبرات وفيه دنيا شيء عالم والله والله العظيم. يعني انبسطت بالتجربة؟ انبسطنا قاعد جالس اسال عن الغربي. ايه. اقول الغربي سوى جميع البهارات، باقي بهر سالفتكم بس. اي اذا انشبت معك خذ بهارات الغربي. الغربي انت ما يحتاج بهر، انا مبهر جاهز. ايه. اما الشيخ اليوم اول ما دخلنا المصنع فيه تعقيم، من كثر ما هو بتعقيم صح الشيخ دخل نيته طيبه. اشوف اليوم اي والله ايوه انت طلعت اليوم وجيتوا الحين صح؟ لا والله فيه ايجابيات فيه سلبيات عندكم. عيد عيد في انت رحت اليوم صح؟ خليتوني ما خليناك والله. انت ليش تحسسني بالذنب؟ والله العظيم انا ودي خدمه، انا ودي انا مش عاوز، انا مش قادر. في ايجابيات وسلبيات. اسلم بعد الحين احنا تدورون فراش وانا ثاني قاعد. انا شوف انا ليش خليت الفراش وجيت؟ مشتاق لعيون الله. اذا انت تعال ترى في شيء مشترك بيني وبين، انا النقطه فوق وانت عندك نقطه تحت. انت عندك هذا ريبيز سبير وهذا ريبيز عبد الله اليوم يضغط. قلت يا اخي خلاص الله يسامح شناء، حتى الجمهور صار يدب عليه والله فتحت لي باب. خوش صدق عاد باب رزق. انت ظاهر تطلع من الراس بتشيله بتشيله بس يمكن لا يصير فيني يسار صدق ولا لا؟ كيف؟ ليه تشيله؟ ليزر. هل هو ربط نفس ذاك اللي مدري كيف؟ ربط ليش معيده؟ سويها بنفس طيب بس حلوه حلاقه الولاد يا سالم. إيه؟ لا لا حرام عليك الرجال يبدو الرجال بينضم للجروب. يبدو ان ابوي غمز للحلاق بس ما فهم سالس بس اسمع لا لا بينضم لجروب الاشبال بس ما فهمت هو تمهيد يعني ما قبله اما انت اللي والله ليه متخرج منهم احد ارض ولا اشبال ولا شيبال. انا ما قبلت نفسي فحد يقبلني اليوم يا اخي حتى ما يخليك تذب عليه الله لا يوفقك. اليوم خلنا نعيد لكم الذنب احسسكم اليوم لو خليتوني ولا دق اسف الشباب عطنا ميوزك حزين بما ان صوتك. اي والله نسوي اللي فيها سلطان والله لا والله بسولف معاه يقعد تسولف ام منيسه ها سالف هذا يجيب قصيده هذا يجيب قصه انه اوكي وش وين وصلنا؟ اقول رحت للربع اللي في المجلس الاحمر اليوم اللي جو ساعتين الشيبان الله الله اخو العيال ذبحت الطفش يا ولد ما جاي له جعله في روحي حق يوم بسم الله عليك الاوكاد وهذه قصه هذه سالفه هذه قصيده وهذه والله استانست موعظه والله استانست ليه جت الساعه 11 يوم ساعات الشيبان دق سلف خلوني راح حالك. يا ولد يا مستر والعيال وين؟
نوم قاعد وارجع حالك ايه تعرف ناصر القصبي يوم في الرياض حلقه الرياض نفس الوضع حاله التشويه لا معك قهوه الكاد واطلع حتى المطبخ اليوم متغير علي ايش اسمه بكره مفلح مفلح هو تجي اشطف ما يرد السلام افو اروح من هناك اقول له مره ثانيه سلام عليكم السلام يا هذا كذا حرد يوم جات الوضع في وضع انت بديت تشكل المشكله فيك بديت احس المشكله عندي واطلع برا عشان الله قلت بكيو ضاقت ودق ودق فره كذا في الساحه حر تخيل في شمس كذا لقى بيشوف احد بيمسك احد ما في احد خلاص صوت عاصفه صوت صفير البلبلي صوت صفير البلبلي الكاد وانا اعطيها هنا نجومه وبدا راجع عاد اذاكر ما خلص اذاكره قبل شوي اها ذاكرت من ظهر لهذا الحين والله انه مجتهد ما اللي جاه رساله خصم الو 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 بس الله فرجتكم والله انت بيت تو ما بدا يطفى اخوي هذا صوت خارجي انت بسم الله ولا يمكن الاربيز مخبط لا انت من فجعه استبعاد ظنت العلم محق لكن على العموم اللي يخاويك منا خاوه ولا تستر على ما تواجه نعم اللي يخاويك منا خاوه سلوى الرياضيات عمدي احدفت الرياضيات الله يحييكم من وين قلتوا لي مبيش اقسم بالله اسال الشيخ يا لقينا فخامه اليوم يا لقينا شغل يا لقينا ترتيب ولا غلطه انت مجنون لا والجديد عندهم توقع انا ايش تحدى اللي انا كانت ماوي انا كانت ماوي اتكلنا على الله وابتدى أكبر تحدي واجهته في حياتي وكيف تخطيته. طبعاً مرة من المرات جمعت تقريباً شيء معين في حياتي لين خلال 5 سنين مكانة كنت راضي فيها أنا. بين يوم وضحاه اختفى كل هالأشياء اللي كنت أنا بيها، فصرت أمام أمرين، يا أني أكمل في انخذالي وانكساري ويروح كل شيء كنت أبيه، أو أني أعلق شو اسمه أملي بالله سبحانه وتعالى وأدعيه. وذا اللي صار، اللهم لك الحمد، تفاءلوا والله سبحانه وتعالى عند ظن العبد به، والله يوفقنا وياكم. طبعاً أصعب تحدي في حياتي وتخطيته كان تعلقي بصديق، تعلق قوي جداً في التعلق وما التعلق والطب النفسي، فاستفدت منهم الحمد لله تخطيت الشيء هذا. ودائماً الله غيور على عبده، الله لا شاف عبده متعلق في شيء أكثر من تعلقه بالله يصرف الشيء هذا عنه عشان يرجع عبده يتعلق فيه. أصعب تحدي مر في حياتي وقوفي أمام الكاميرا الحين، أتكلم عن برنامج، أتكلم عن تصويت مادي، أتكلم عن أسماء، أتكلم عن أمور واجد. الأمنية الأول والأخير أسأل الله أنه يدلني ولا يغويني. ثاني حاجة هذا أول التحدي والمشوار بقي. كانت معاناتي الأزلية في بدايات الشعرية بسبب البيئة اللي كنت فيها، كانت بيئة انتقادية حادة مرة. آيس كريم. آيس كريم. لا. راي. بوضة. يا أخي أقسم بالله. يا شبه خويه موقع ورضنك. أقسم بالله تحس الدبان ده شغال. والله حلو. والله حلو. طيب ما خلاص أمشي. أوكي ما تركت. ما عاد خوي هرادنا هذه حاجه. الحاجه الثانيه حلوه، لا جد الذبان ما يجي الا هنا في المنطقه هذه، مع انها ابرد منطقه صراحه. ما بعد شفت الذبان اللي شفتك المنطقه. شر بس سعد فلاح موجود؟ اعوذ بالله. سلامات فهمي. ايش فيك؟ بسم الله عليك. شقيقيه حراره في الخلص. لا ما هي شقيقيه، شقيقه. هذه حاجه. الحاجه الثانيه الذباب يتعزه. الله 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 ليش كذا؟ الله 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 ليش جنبت كذا؟ أنا رحت ليش جنبت كذا؟ اسمع سؤال لا تقول أنا رحت. اسمع قلت عطني شيء خلي شعري يرقد. عطاني شيء اسمه سيروم. ما تعرفون شو السيروم؟ أنا أحسب إنه يوكل. طلع تحطه على الشعر عشان هذا. يا ولد صدق صدق لابد كذا. صدق والله سيروم ذا وشنو لابد كذا كذا حد يقول كذا. ما يتحرك ما يتحرك شعره يبقى كذا. ما يتحرك خشمي ولا تحرك شعري بالله بكذا. ما يتحرك. اوه ليش تقول مليسه؟ ايش الصوت؟ خوالي من لبنان. من لبنان خوالك ما يجي من لبنان. نفداك لبنان
تدري من وين؟ بعد بيروت 30 كيلو فيه بيشه. بيشه يقولون اليوم عاد اقول لكم رحنا المحل شاهي للامانه ما عجبني. رحنا ل شو اسمه شركه سعود غربي. ايش يعني اني معلن صح شركه سعود؟ قول يا اخي رحنا الغربي خلاص. وش الغربي؟ انا كمشاهد اقول وش الغربي؟ وش غربي ولا شمالي ولا شرقي؟ غربي غني. خلنا نقول سعود غربي. ايش تبي انت؟ رحنا شركه سعود غربي الله العظيمه. يا سلام الوكاد هنا دخلنا. اذا سوى كذا اي احد يسوي كذا لا تفهم. اسمح لازم الصمت. الوكاد هنا دخلنا وعيننا ما اقدر اقوله انا بس انه صندوق كبير كذا. طيب تمشي 43 حاول تسرع. صندوق فيه مكونات حقت شو اسمها؟ البهارات حق إيه لا لا مي بهارات ايوه ومع لومي يطحنون هاي يخلطونها. قال ابو فهد هذه كانها حيضان. يا اخي لا تقول حيضان هذه حقت خلط حقت. طيب انت تدري ان نفسهم حقي احب. المهم نعيم النعيم وطايف. المهم ويجي وش ترى بالنهايه حلاقه ب 15 اسلم. المهم يخلص الرجال كلك نعيم والله ونروح كف ركب ربيز على البركه نعيم اسلم ما شاء الله. المهم سادس مره. المهم يا ابو عصوم اخلص ايش يسوي به؟ عطنا ايوه جات السالفه. فأسولف أنا والعيال قلت على الطبيعي هذه يعني أنها تكون الألفاظ غريبة وتكون الألفاظ قاسية شوي. يقولون هذا ملك طيب يقولون هذا ملك جاه شاعر. طيب أحواض الغربي بسرعة خلاص. أحواض الغربي صارت اسمها أحواض بس مي بنفس اللفظ اللي قاله أبو فهد يعني يعني أرقى شوي كل ما أدري إيش يقولون لها هم المهم سمع. ما أدري والله نسيت عاد بس أنا مي بحيضة. المهم فتذكرت قصة وشي يقولون جاء ملك واحد من أخوي الملك قال عندي لك شاعر من عيال عمي شاعر لا راح شاعر ولا جاء شاعر حيل قوية. إيه الوكاد ويجيبه قال يلا قل في الملك ذا قصيدة قال أبشر ويقول فيه قصيدة. طبعا الرجال في بر ولا عنده ما غير ما عنده إلا تسلب اوف ولا مدري ما عنده. المهم يتكلم ايش على سيف؟ لا يكرم والله لا والله يكرم ابو بطيلة ما عنده له شو ما عنده الا كلاب. المهم قال وفاء قال وفاؤك كوفاء الكلب. انا اتمنى تدخل من السلطه العليا. ووفاؤك كوفاء الكلب وما ادري شو قال الملك. اسكت 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 اقطع اقطع وش ذا القصيد؟ قال له الرجال خليه يجلس عندنا. يقول اتمنى كوفاء إيه. قال له رفيقي خليه يجلس عندنا 3 شهور 4 شهور 5 شهور بالتغير والتغير البيئه عليه وبتشوف كيف القصيد. المهم يخليه بين بحر وبين انهار وبين تمشيه وبين جبال. خلى من؟ خلى الشاعر اللي ما يعرف. المهم يوم جاء الشاعر بعد 3 شهور 4 شهور قال يتكلم عن الوفاء. قال إن المهم تكلم عن العطاء. قال إن عطاءك كالسماء إذا أمطرت وعطاؤك كالبحر إذا هج موجه ما أدري وش يقول. قال شفت في البيئة إذا تغيرت يتغير الكلام. يعني هو في المحرقة عند كلاب ما في عند كلاب ولا عند ما أدري شو قايل. وش طراه أبو السوق؟ طراه إن بعض الناس يوم راحوا جاء واحد يقول لي حيضان أي. عند غربي واحد يقول ميد ايش اسمه مروحة الشرق لا اللي تخلط يا رجال يقول هذه كانها خضاضة ابويا زلنا راحت عوافي. تعرف اللي يقول خضاضة يقول والله العظيمكم والله كان ودي رناكم بس لا والله لا واسمك ما طلع انت الرابع يا رجال انت لا 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 والله اسمه يا سالم يا سالم انت الرابح. لا والله مو برابح جتني علومهم وانا هنا انت الرابح صقر والله ما انت لا جتني علومهم انزل انك خسرت خساره وخسرت ايش؟ لا لا ما انت والله معي والله ما اروح معك في طرقه لا لا والله ما لا 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 ولا اصلا انا ما اقدر اشلك معي في طرقه عيب وشبيب شو يقولون شلهم ورع معي صح انا خبر يا ساتر يا ساتر ما اقدر اشلك معي هذه قويه ذي
ابي اشترك انه ساري البارح صاب والدته مصبح حلو امس عند والدته البارح ومصبح الشبال اليوم افطر معهم وجايك جاي وعلوم السعد وراقد وتوه وعود اخويك انت عزر انك صادق عزر تخوي اللي معي لا والله ضايع ابن عمي بالله الا ضايع انت شرب الحمد لله اللهم لك ما احنا بنبعد تناقضات تناقضات الانسان سبحان الله ترى شوف ترى تناقضات شيء ايجابي شيء ايجابي بينك وبين نفسك اي بين الانسان وبين نفسه ما اقصد كنت بينك وبين نفسك كنت الموضوع سيء ظاهره ايجابيه يا رجال لا مو ظاهره ايجابيه الاختلاف شغل المايك وخلص المايك الظاهر انت دقه اصبر لا تتناقض ترى ظاهره ايجابيه لكن مو من سطر السطر اللي بعد التناقض ذي خاصم سالم 100 الاختلاف هو ظاهرة إيجابية لكن التناقض مثل ما قال أبو إبراهيم يكون التناقض بينك وبين نفسك نعم مو بيظهر صل على النبي اللهم صل الحين أنا اختلفت وياك على حاجة قلت بيدك يا طول العمر أن التيشيرت هذا لونها أحمر لونها إيش؟ أسود صح ولا لا؟ بعد ساعة جيتك لبست لي نظارة وشفتها عندي عمل قلت هذا لونها أسود هذا تناقض صح ولا لا؟ تناقضتنا من هذا تناقض ايجابي ما هو تناقض هذا تراجع خايف يستخدم كرت اي تناقض هذا تراجع الخطا هو التناقض تناقض تناقض وش هو؟ تناقض احرق الورقه لك انت تقول راي وبعدين تقول راي اخر يناقض انا طب هذا الراي انا اقول هذا احمد افتح الموضوع قبل شوي بس نظاره وشفت لا تناقض انك لا لا زلت على وضعك ما تغير تناقض يعني تجي ما لبس نظاره ولا شيء تقول تناقض في لعبه هو نلعبها اي والله تك لا 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 شوي خلوا يسوي كل شيء ما مطول اسلم لعبه يا اخي في لعبه يا اخي بكره مو ماشي وش؟ ماشي سمعنا والله العالم سمعنا والله العالم ان الريال دي وي الريال وي 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 الله لا حول ولا قوه الا بالله في الاخبار السيئه وكفانا الله وكفانا الله وياكم الا وي كيف بطلع انا؟ وي شلون؟ وي ما تقول انت عند امك شوف ذيك الجران لو داري مخلي اخواني امس ينتظرون ما راح اسمع اسمع هم كانوا ينتظرون عادي كانوا ينتظرون اسمع بما انك يعني خوي اخر في النهايه على الفاضي وقت امسك حساباتي لين اطلع ابي شربي لا لا ابي شربي لا عند لك بي لا وقت امسك حساباتي ابي شربي عاد موقفه لا جلست كم تصرف الراتب من ذا تمسك حساباتكم رجال ايه ايه ما بين الاخوي حساب لا هي حساب لا بعدك والله يا ابو سلطان نايف 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 لا تجامل لا لا اسلم ابو سلطان كم الراتب شو بساعدك شفتوا اللي تقول جيب لك هواء عرفتوا انه ما يستاهل حتى مويه تفضل تكفى ادخل معي في نقاش ادخل معي لا تخلي نقاشي معك عقيم ناقشني في حدود الواقعيه انا اريد ان كم تعطي الرجال كم تعطيه راتب كم صادق ابو ابراهيم كم تعطيه ما تعرف تسولف انت يا ولد خليني اكمل 500 نقطة يا ولد الرجال بيطلع بيقول طلع خلاص 500 كيف يطلع؟ كيف يطلع؟ طلع الرجال اعطيته حساباتك امسكها كم تعطيه راتب؟ راتب ايش فلوس؟ ادارة اعمال اي تستاهل ولد ترى ما راح نخليك تسافر معنا يلا ورب البيت ما ردها شوف هو ما هو طالع كم؟ بس انت بعد لا تصير سالم دقيقة روح شهر كامل تمسكها ولا لا بمسكها ولا شهر على مدار لا وين؟ شهر ما تشهر شهر ونص 30 يوم انت عاد تجي رقله اي حلو أنت بدخلك معه في نقاش بشراكة خليك تدي في موضوع كم تعطيه؟ والله هذيك عرض ما قد جاك 150 روح 150 وش؟ 150 ايه 150 على ذاك اللي 160 وتم خلاص هو اللي عندك 150 بس عرفت ذاك اللي صور سفينة كروز لو ادفع 150 ريال ما ادري ايش خلاص 167 67 لا واضح انه بيفعل انت طلعت فوق شوي يا ولد صل على النبي صل على النبي ايش هي بطيء تدفع الرجال 3000 ريال شهري ليش غلطنا انا ويا انت ناقل. لا انا يا ايش انا ابغى لك الخير والله ما ابغى ابغى ام الخير اعرف انا 3000 ريال و20% من اي اعلان يجيك ابغى اصير مدير اعمال 10% اول ما تطلع هنا ها 10% دوري الابطال تذاكر لك مجهز لك سانتياغو برنابيو انا وانت وناصر حلو ثلاث مقاعد ومقعد مقعد 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 واحد اطفال مقعد اطفال اطفال قول اهم شيء يروح اطفال صح خلنا بتحدي تقولك صل على النبي ما نبي برنابيو نبي الثاني وش اسمه بيقلع لا الهاوس بيطير الهاوس بيطير تمسك يا تمسك كيف طبات هوايه طبات هوايه طبات وي قبل القهوه يا وي طبات
انها رياكشن رياكشن اوه هذه اقوى من الكبه ذا صعد بيني وبينك هي اللي ازعلتني ما زعلتني القهوه اللي زعلتني علمتك علمتك في مطبات هوائيه ليش حاطه يا بابا فوق انا باقي اشربه دقيقه دقيقه نرجع شوي ريوس باللقطه يا مخرج قبل 10 دقائق من الان اللي اعطاك القهوه 10 دقائق ايه نايف ثامر نايف يعطيك شيء لوجه الله ليش نايف؟ ليش؟ يلا شنو نظرة البراءة؟ شنو ذيك اللي يقول؟ لا تكلمني بنظرات البراءة يا صغير لا تكلمني بنظرات البراءة يا رجال فوفو فوفو لا 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 خلنا نروح المجلس النشامة ونجيب لنا شاي وسمبوسة في تحدي والله حلو قم هناك ايه يلا 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 انا ما ابراهيم لا ابي هديك لا اقول امس على عاشر رجل صدق